اسمحوا لنا ان احنا نتابع معاكم فيلم قصير عن نجاحات النسخه الاولى من مهرجان العالمين الجديده. بين صورة قديمة عمرها سنين لمدينة منهارة، وصورة جديدة عمرها 4 سنين لمدينة ساحلية مبهرة، 100 قصة وحكاية عنوانها عمار يا مصر. العالمين اللي سموها مدينة الألغام اتغيرت وتحولت لمدينة البهجة. خطط كتير درست ازاي تغير العالمين وتبنيها وتطور أرضها. خطط نجحت فعلا تخلي العالمين مكان العالم بيبصله بانبهار، واحنا نشوفه بعين ولاد البلد ولسان حالنا بيقول ما احنا قادرين نعملها. 4 سنين بايدين المصريين غيرنا شكل مدينه العالمين وبنينا مدينه من اجمل مدن العالم، وبقينا فخورين بنتيجه مجهودنا، وبقى العالم عالمين. مهرجان العالمين في نسخته الأولى كان حدث أسطوري، وفي سنة واحدة بس حجز مكان بين أهم المهرجانات في الشرق الأوسط بشهادة كل اللي حضروه أجانب أو مصريين. من أول ما خططنا لفكرة المهرجان وكنا متأكدين إننا هننجح، لأننا واثقين في قدرة العالمين على إبهار كل ضيوفها. وفعلا وقت المهرجان وبعده كنا بنسمع جملة كأنه خيال، ووراها جملة فخورين إن ده بيحصل في مصر. هنا اتأكدنا إن المهرجان لازم يكمل ويكبر ويتحول لمهرجان عالمي. بس قبل ما نبدأ نسخة جديدة كان لازم نسجل ذكريات مهرجان العالمين 2023. أحلى مدينة على البحر الأبيض المتوسط. أنا كتير مبسوطة إنه أنا معكم وأنتوا معي والعالم عالمين. أجمل بقعة في العالم. ثانكيو على هالمهرجان الرائع اللي انعمل بالعالمين. عايز أسمع منكم تحية جامدة أوي لنفسيكم. النجاح ما حصلش بضربة حظ، بالعكس كل حاجة كانت متخططة بالملي ورسمها على الورق ونفذها عشرات الآلاف من العمال والمنظمين في وقت قياسي. وهنا لازم نقول إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بتشكر كل فرد اشتغل وكل شركة خططت وكل جهة أو مؤسسة ساعدت في نجاح المهرجان بالشكل ده. من أول يوم نظمنا فعاليات فنية رياضية معارض وعروض ترفيهية كانت كلها كامل العدد. بدأنا الفعاليات ببطولة كرة القدم الشاطئية، شارك معانا فيها أكتر من 40 نجم من نجوم الرياضة على المستوى المحلي والأجنبي. كمان نظمنا بطولة دولية للبادل وسباق للسيارات وتحدي جيت سكي، وقدرنا كمان ننظم البطولة العربية للجودو خلال فعاليات المهرجان، وكنا حريصين يشاركنا كل النجوم اللي بتحبوها. فنظمنا بطولة تحدي الجيل الذهبي في وجود عدد كبير من نجوم الكرة المصرية. وعلى مدار فعاليات المهرجان نظمنا حوالي 20 حفلة موسيقية وغنائية لأهم نجوم الوطن العربي. ده غير حفلات الفنون الشعبية على هامش المهرجان. كمان قدمنا حفل لعرض الأزياء شارك فيه مصممين محليين ودوليين، منهم مصمم الأزياء العالمي مايكل سينكو. ده غير مشاركة برنامج صاحبة السعادة للفنانة إسعاد يونس وبرنامج معكم منى الشاذلي. فكرتنا حققت أكتر من هدف بحجر واحد، أكدنا قوة الفن المصري وقدرتنا على تنظيم فعاليات عالمية، ونجحنا في الدعاية المدينة في طريقها للعالمية ووضعها على خريطة السياحة المصرية والعالمية، فساهمنا في تنشيط السياحة وجذب الاستثمارات اللي معاها بيزيد معدل النمو الاقتصادي. كل ده غير آلاف فرص العمل المباشرة والغير مباشرة اللي اتخلقت بسبب وجود مهرجان كبير وقوي بحجم مهرجان العالمين، اللي حول مدينة العالمين الجديدة لوجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة، وبقت العالمين مدينة البهجة، وطول السنة بتزيد الفرحة لكل زوارها وسكانها. والسنة دي مكملين بخطة أكبر وأشمل وأضخم، مستمرين في حفلاتنا وعروضنا وفعالياتنا الرياضية وأنشطة تانية كتير لكل فرد في الأسرة، علشان كل العيلة يكون ليها مكان في العالمين. المهرجان السنة اللي فاتت قدر يلفت نظر العالم لجمال بلدنا وقدرتنا على تغيير الواقع،
والسنة دي مستنيينكم تشاركونا قصة نجاح جديدة كلها فرحة وأمل. مجهود جبار الحقيقة، ويمكن بعد ما تابعنا مع حضراتكم يعني هذا الفيديو أدركنا أنه في نجاح مبهر الحقيقة على مدار النسخة اللي فاتت، النسخة الأولى لمهرجان العلمين الجديدة، وقدر المهرجان بالفعل أنه يجذب عدد كبير جدا من السياح من خارج مصر، والانعكس بكل تأكيد بشكل مباشر على تحقيق مصر لرقم قياسي في أعداد السياحة الوافدة للبلاد خلال عام 2023. الرقم ده اقترب من 15 مليون سائح ولأول مرة في التاريخ، ده بجانب الترويج أيضا للفرص الاستثمارية بمصر لتحقيق نمو اقتصادي مرتفع، واللي تكلل بتوقيع عقود أضخم صفقة استثمارية في التاريخ بتنمية منطقة رأس الحكمة.